أيها السادة مشاركين الحاج رفيق إمام، هيا بنا إلى مسك الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم العلام، والقرآن تنزيل الملك العلام على قلب سيد الأنام، وهو تشريعات وأحكام من عمل بها فاز يوم الزحام، وجعل الله له في الجنة منزلة ومقام. مثل ختام الليلة للقارئ المبروك، مبروك في وجهه ومبروك في تعامله ومبروك في واجبه ومبروك في دعائه. شيخنا محمود مبروك ابن قرية سنديون يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ نادى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكا فسواها إن في ذلك لعبرة إن في ذلك
يا لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. خلقاً أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب ومحوت وبحق ما بها من أسرار، وسبحانك يا ربنا أنت الملك العزيز الغفار، اغفر لراحلنا ذنوبه والأوزار، وشفع فيه النبي المختار، واجعل له في الجنة مستقرا وقرارا. شكرنا لقارئنا الشيخ محمود مبروك، شكرنا للشيخ عيد السيد إبراهيم، الشيخ السيد عبد العظيم، الشيخ عبد الله الطيار، شكرا للشيخ عبد العالي الجنيني، شكر الله لكم جميعا. وأقول لوالدنا وأخينا وصديقنا الحبيب الحاج رفيق إمام، أدامك الله على أهل القرآن وأدام عليك حب أهل القرآن.